السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ الله يعطيكم العافية. جينا اليوم لمراجعة لعبة تيم سونيك ريسينج اللي راح تكون لعبة سيارات وسباقات بنظام الأركيد المشابهة جدا لألعاب مثل ماريو كارت وكراش ريسينج. اليوم راح نقارن ونعرف شنو أفضل لعبة ما بين هالثلاثة ونعطيكم تقييم لهذه اللعبة وتشوفونها كمراجعة. للأمانة لعبة تيم سونيك ريسينج تعتبر من الألعاب الجيل القديم، جيلي أنا أو الجيل اللي قبلي كانوا يحبون ويستمتعون بالألعاب اللي نفس هذه. الحلو في هذه الألعاب أنها تكون بسيطة جدا وما تحتاج تعقيد جدا كبير حتى من ناحية الأطوار، فاللعبة بسيطة وهذه هي بساطة ألعاب الجيل القديم، واللي الناس للحين تبحث عن ألعاب الجيل القديم نفس ما شفنا في Resident Evil Remake شنو سوت. هذه هي ألعاب الجيل القديم وهذه هي ألعاب السيارات للجيل القديم. عموما اللعبة كآليات هي نفس الآليات القديمة مالت الجيل القديم، ولكن بجرافيكس أحسن وبمحرك أحسن وبتحكم أفضل بكثير من اللي كنا نستخدمه قبل. اللعبة سعرها نصف سعر لعبة، ما راح يكون سعرها $60، راح تكون بنصف السعر وما فيها عربي وفيها أونلاين، تقدر تلعب سواء مع ربعك أو كاستوم جيم تدخل على صاحبك أو ماتش ميكينج كأونلاين عشان تستمتع وتسابق مع الناس. واللعبة اصدرت على جميع الأجهزة سواء نينتندو سويتش أو بلاي ستيشن إكس بوكس وبي سي. اللعبة فيها نظام التعديل والجراج والكاستومايز، وبعد كل جيم راح يطلع لك مثل لوت، واللوت هذا يكون بشكل قطع أو بار تتعدل على السيارة وتقويها. كل ما تلعب أكثر كل ما سيارتك والشخصية نفسها راح تصير أقوى، وكل كاركتر سيارته تختلف عن الثانية. فنلاحظ أن في كاركتر نفس سونيك مثلا سيارته سريعة ولكن من ناحية التحكم تكون أقل درجة. ففي عندنا في هذه اللعبة 15 شخصية تختلف سياراتهم وقدراتهم من شخصية إلى شخصية ثانية. تطور الكاركتر الموجود والرسومات اللي في اللعبة شيء جدا جميل، ولازم نثني على المضامير اللي موجودة في اللعبة. للأمانة كل مضمار مختلف عن الثاني وطريقته مختلفة عن الثانية بشكل جدا كبير وممتع بنفس الوقت. تمل من اللعبة هذه لسبب ما، إذا أنت صدمت ما يمديك تعوض. للأمانة تصميم المضامير صغير والمرحلة تاخذ معك 4 إلى 5 دقائق، شيء ممتع جدا، ولكن صغر مضمار ما يخليك تعوض أساسا. كنت الأول وخسرت، صعب أنك أنت ترجع وتأخذ المركز الأول مرة ثانية. فمسألة التعويض في اللعبة شيء جدا صعب لأن المضمار صغير، وبنفس الوقت ما ودك يكون المضمار جدا كبير وتمل من السباق. النظام البسيط اللي احنا نعرفه أنك أنت تفجر السيارات اللي قدامك أو تحط مكعب أو ترسلها صاروخ أنت وحظك من الأشياء اللي تطلع لك، هذا شيء اللي معطي اللعبة نكهتها جماليتها. ولكن إذا احنا كنا نبي ألعاب الجيل القديم فنبيها تكون متطورة، وما لاحظت أي تطور ما بينها وما بين ألعاب الجيل القديم. لازم يكون في إضافة أو يكون في شيء جديد يضاف إلى قلب اللعبة، وهذا الشيء ما حصلنا. نفس النظام نفس ما قلنا ألعاب الجيل القديم ولكن بجرافيكس أفضل، وما حسيت أن في تغيير أو في إضافة تعطيك جمالية بحيث أنه خلاص لازم تواكب العصر هذا، لازم تغير، لازم تشوف ان العصر هذا ما صار نفس الجيل القديم، فنبي اشياء جديدة، وهالشي ما حصلنا في هذه اللعبة للأسف. من ناحية المودات في عندنا مود القصة والمالتي بلاير او الاونلاين اللي هما يسمونه كماتش ميكينج، وهم بعد عندنا التايم تريل اللي هو يكون في وقت وانت تحدد الوقت اللي لازم توصل له ويكون نوع من انواع التحدي. Knuckles and Tails and I got these weird invitations to meet somebody at the beach for some kind of race. A race? فإذا كنا تكلمنا عن القصة فللأمانة حوارات القصة جدا ضعيفة، ومن ناحية القصة ما تحس ان في عمق بالحوارات، ما تحس يعني دائما راح تطوف لأنها موجهة لجيل أصغر من جيلك، وإحنا جيلنا ما شاء الله تبارك الرحمن اللي عمره 10 سنوات يحس انه هو كبير وان اللعبة هذه مو بلايقة عليه. ما أدري شلون يفكرون ولكن الكل يحس انه هو كبير. فهذه اللعبة موجهة للأعمار ما بين 6 أو 5 سنوات إلى غاية 13 أو 14 سنة ممكن يستمتعون فيها ويقضون فيها وقت جدا
جميل. الكبير ممكن يستمتع فيها ولكن أكيد أنه راح يمل لأنه ما في شيء تسويه في اللعبة، حتى اللوت اللي يطلع لك بعد كل مضمار أو سباق ما تحس أنه يعني يعطيك إمكانية أو فلوس كثيرة أنك أنت تعدل وتضبط السيارة بشكل جدا كبير. عموما هذا هو تقييمنا للعبة تيم سونيك ريسنج اللي راح نعطيها كتقييم 6.5/10. الله يعطيكم العافية، أتمنى نواصل معكم في أي لعبة جديدة ننزل لكم مراجعة لها وتقييم. الله يعطيكم العافية، نتلاقى في فيديو جديد. سلام عليكم.